تبني الدعاوى تبني الدعاوى الاستقصادية. لذلك أؤكد على الدولة الإسبانية بأنه آن الأوان لكشف حقيقة هذا الملف أيضا، وأؤكد لها بعد اعترافها بمغربية الصحراء أن الأسرة المصرية مستعدة لحل هذا المشكل وديا معها. وبخصوص هذه الذكرى التي كلما حلت كلما أيقظت في قلوب آل البصير آلام فراق واحد من أبطالها وأبطال الوطن طوال هذه المدة، وكأنه اختفى بالأمس القريب، وتتحصر طول الدولة الإسبانية ولحد الساعة لم تقل الحقيقة في هذا الملف، وتتأسف طول ميليشيات البوليزاريو لا زالت تستغل اسم المناضل محمد بصير في العديد من الأمور التالية. أولاً ترويجها المستمر بأنه الزعيم الروحي للانفصال دون دليل. ثانياً تدريس ذلك للأجيال الصحراوية في محاضراتها الدراسية وكأنه جزء من تاريخها المفقود. ثالثاً استغلال صورته في افتتاح قناتها الفضائية وفي مختلف الأنشطة التي تنظمها. رابعاً وضع تمثال له في متحفها وتقديمه للوفود الأجنبية على أساس أنه الزعيم الروحي لكيانهم المزعوم. خامساً استغلال اسمه في تسمية العديد من الساحات والمؤسسات والأفواج العسكرية. سادساً التلويح برفع دعاوى قضائية ضد إسبانيا للكشف عن مصيره وكأنها هي التي تمتلك الحق الأول في ذلك. سابعاً الاحتفال بذكرى انتفاضته الأغر دون وجه حق، وأن هذا الاستغلال البشع المستمر لهذا المقاوم المغربي من قبل العصابة لا ينبغي السكوت عنه بحال من الأحوال. آلافا تعلم الدولة الإسبانية والعالم أن لا علاقة للبوليزاريو بالمناضل سيدي محمد بصير، سواء من حيث القرابة الأسرية أو من حيث تبنيه سياسيا واعتباره رمزا روحيا للانفصال دون دليل، فلا داعي للاستمرار في إنتاج المغالطات وترويج المناورات، فإنكم طيلة هذه المدة لم تقدموا للمواطنين الصحراويين المغاربة شيئا يذكره لكم التاريخ. إن أسرة آل البصير عانت كثيراً من وراء اختفاء المجاهد سيدي محمد بصير لمدة 52 عاماً، وعانت من طمس الحقيقة من قبل الإسبان لمدة 52 عاماً، وعانت من استيلاء وقاصنة البوليزاريو لجهاده ومقاومته واستغلالهم لنضاله بدون وجه حق لمدة 49 عاماً، وذلك لأن إعلان دويلتهم المزعومة كان بعد اختفائه بثلاث سنوات، فسهل عليهم أن يوثقوا به ما أرادوا من تلفيق وتصوير. فلولا هذه الرعاية السامية المتواصلة لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره لذكراه ولقضيته لما شعرنا بجر الضرر المعنوي. أيتها السيدات أيها السادة، فأبناء كل عام في مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام على تخصيص هذه الذكرى الغالية لموضوع فكري مهم نافع يهم الفرد والمجتمع والوطن والأمة جمعاء، يثير إشكاليات عديدة ويكون محورا للنقاش وتبادل الخبرات والتجارب بين السادة العلماء والشيوخ والأكاديميين المشاركين. وبذلكم ارتئينا أن ننظمها هذه السنة تحت شعار أهل التصوف والإشكاليات المعاصرة للطفولة والشباب، ومداخلتي التي سأتدخل بها مفتتحاً أعمال هذه الندوة العلمية الدولية هي بعنوان الإشكاليات المعاصرة للطفولة والشباب وتجربة الطريقة البصيرية في تأطير هذه الفئات. في البداء أقول بأن مرحلة الطفولة والشباب من أغلى المراحل وأعزها في حياة الإنسان، وفيها يكون المرء في منتهى صحته وأبهى نشاطه، ولا يختلف اثنان أن الأطفال والشباب هم رأس المال الأكبر الذي يملكه كل واحد منا في أيامنا هذه،
وهم أجيال الغد، والمجتمعات لا تستثمر في أطفالها وشبابها، إنما هي مجتمعات تنتحر انتحاراً بطيئاً، وليس ابتلاء الأمم والحضارات كامناً في ضعف إمكاناتها المادية أو منجزاتها العلمية، إنما في مدى استثمارها في أطفالها وشبابها. تصوروا معي مجتمعاً من المجتمعات لم يشتغل على بناء النشء والشباب، كيف يكون هذا المجتمع في المستقبل القريب؟ كيف يكون هذا المجتمع قادراً على الحفاظ على قيمه وعاداته وتقاليده وتوابت حضارته ومجده وضمان مستقبله وسيرورته؟ قال مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه الموجه إلى القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي: من الطبيعي أن يخاطب المغرب بحكم انخراطه في دينامية التاريخ وحرصه على مراعاة متطلبات المصير المشترك، كلاً من إفريقيا التي ينتمي إليها وأوروبا الشريكة الجارة والمباشرة. إن التعليم والثقافة والتكوين المهني والتنقل والهجرة كلها قضايا تشكل مجتمعة أولويات عملنا في المغرب وفي إفريقيا وفي إطار شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي، وذلك لأن القاسم المشترك بين كل هذه القضايا هو الشباب الذي يشكل رأس مالنا البشري، والذي ينبغي للشراكة بين القارتين أن تستثمر فيه ومن أجله بما يضمن لها بلوغ أقصى إمكاناتها. انتهى كلام مولانا أمير المؤمنين. وقالت الأميرة لالا مريم رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل: لا يهم العالم الذي سنتركه لأولادنا بقدر ما يهم الأولاد الذين سنتركهم لهذا العالم. أيها السيدات، أيها السادة، انظروا إلى الأمم المتقدمة من حولنا بماذا تفوقت علينا، وما الذي يجعلها تصنف كونها متقدمة ومجتمعنا يصنف كونه متخلفا أو في طور النمو، رغم أننا بحمد الله تعالى لدينا من الثروات الطبيعية والإمكانات المتنوعة ما يمكننا من التفوق عليها أكثر بكثير. أتعرفون لماذا؟ إنهم استثمروا في الإنسان نفسه، إنهم عملوا على تعليمه وتكوينه وعملوا على تخليقه، إنهم بالإطلاع على العديد من الإشكاليات المعاصرة التي تعاني منها فئات الطفولة والشباب سواء في مجتمعنا أو في غيرها من المجتمعات، لأن العالم كله أصبح القرية الصغيرة، فما نعاني منه هنا يعاني منه غيرنا في البلاد القاسية والدانية، تجد مردها إلى الإعوجاج الملحوظ في خطط مجالات التعليم والتكوين والتربية والثقافة التي تعنى بالطفولة والشباب في أيامنا هذه، مما انعكس سلبا على تنشئتهم وأبرز في عالمنا المعاصر العديد من الأشكاليات التي تعاني منها هذه الفئات، وأصبح مع وجودها شبه مستحيل تخريج رجال يعتمد عليهم في المستقبل، وبالتالي شبه مستحيل أن يتقدم المجتمع. إن مسألة أن نخرج من أطفالنا وشبابنا رجالاً يعتمد عليهم في المستقبل تتطلب مهارات وتقنيات عالية ومتابعة شبه يومية قل من ينتبه إليها في معاملته لهذه الفئات، وهي تربية تلقيناها بالسليقة والفطرة عن طريق آبائنا وأجدادنا رحمهم الله تعالى مع قلة معلوماتهم في هذا الجانب، ولكن تشبتهم بدينهم وتجربتهم الميدانية العميقة التي راكموها طيلة حياتهم جعلت منهم معلمين متمهرين في تكوين وتخريج الرجال. هذا الجانب المهم الذي غفلنا عنه اليوم، فأصبحت أسرنا الصغيرة ومؤسساتنا التعليمية ومجتمعنا الكبير يجني نتائجه السلبية المتفاقمة يوماً بعد يوم. لقد تركنا الأطفال والشباب للفضائيات والإنترنت والإعلام على مختلف أنواعهم لتوجيههم وتكوين شخصيتهم، فاستهدفتهم مختلف مخططات أعداء الدين الموجهة لإفساد أخلاق الأمم
فأصبحت الانحرافات عادات مستطابة بالنسبة لهم، فضاعوا وضاع المجتمع. فأين نحن من الوقاية إذا تركنا الأطفال والشباب عرضة لهذه المخاطر؟ إنه لا بد من مراعاة السن والنضج في استعمال وسائل التواصل الاجتماعي إذا أردنا الاطمئنان على الناشئة والشباب. هذا وإن الرجولة لا تخلق من الذكر، وإن الصلاح لا يخلق مع الأنثى، بل إنه لكي نجعل من أطفالنا وشبابنا أبطالا ورجالا صالحين نافعين يعتمد عليهم، لا بد من الحرص على أن يتربوا على صفات بعينها إلى أن يتحققوا بها وتصبح طبعا من طباعهم الشخصية. وبذلكم فإنه لا بد من معاناة ومتابعة وتربية وتوجيه يومي حتى يقر أعيننا بما نريد. ولنتأمل كيف استطاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصنع من صحابته رجالا يضرب بهم المثل في كل ميدان من الميادين وفي كل تخصص من التخصصات، بعد أن لقوه وهم لا شيء في جاهلية جهلاء. نعلم إذن أن الرجال يصنعون وفي صفحات التاريخ يخلدون. فها هو سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي بالناس وهو ناشئ صغير، لأن هذا العمل كان مناسبا لقدراته. وهذا سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه يقود الجيش الذي فيه كبار الصحابة رضي الله عنهم وهو لم يتجاوز 17 سنة. أيها السيدات أيها السادة، فنظرة عادلة سريعة على شوارعنا ومدارسنا ومقاهينا وملاعبنا ومطاعمنا وإعلامنا ووسائل التواصل الاجتماعي التي نرتادها كافية لأن تنبئنا بالخبر اليقين وبالحال التي أصبحت عليها أحوال الطفولة والشباب في المجتمع. كل يوم نسمع ونقرأ عن أخبار الاغتصاب والاستغلال والعنف وتجنيد الأطفال في الحروب والتحرش بكافة أنواعه وأشكاله التي تطال الطفولة. أضف إلى ذلك الحرمان من الرعاية والعطف والحنان ومن الدراسة والتعليم. كل يوم نتصادم مع مناظر شباب بعيد عن الله قليل الثقة في الله سبحانه وتعالى، أصيب بمرض الاكتئاب واليأس وبدأ يفكر في الانتحار، وأصبح بعض الشباب يقترفون ما يقترفون من المنكرات ويطلقون ذلك صوتا وصورة ويعتزون ويفتخرون بإدراجها في صفحاتهم وحساباتهم في مختلف التطبيقات الذكية. والأسوأ من ذلك هو تطلعهم إلى حصد أكبر عدد ممكن من المتابعات والإعجاب ونسب المشاهدة، وذلك مبلغه من العلم، بل إنه أصبح فيهم من يسمح لنفسه بالاسترزاق من وراء أعراض ساكنة مجتمعه دون مبالاة ودون تأنيب ضمير. شباب غريب فعلا عن الدين وعن المجتمع، له هيئة خاصة في طريقة لباسه وقصة غريبة في أخلاق شعر راسه. حلقة ديال اليوم اللي حتى واحد ما قد يغيرها باش كنبدلو اش متشبه الله أعلم. يفهمون الرجولة بمفهومها السلبي رغبة منهم في التعبير على حضور الذات والجسد والتأكيد على رجولة فقدت مقوماتها، فاشتغل بعضهم بترويع الناس وإخفاتهم بقطع الطريق عليهم وسرقتهم، وهو المعروف في قاموسهم بمصطلح التشرميل، في تحد سافر للدين والأخلاق والنظام والقانون، فأسهموا في زرع نوع من عدم الأمن وعدم الاستقرار داخل المجتمع. لقد أصبح هم بعضهم اليوم وجل اهتماماتهم منصبا حول الاقتداء والتأسي بنماذج سيئة لا تصلح لذلك. وغالب القدوات المبرزة المشهورة في أيامنا هذه مما يعرف باسم النجوم ليست مؤهلة لتربية الجيل وإكسابه القيم المطلوبة، وليس سلوكها العلمي مما يعزز هذه القيم ويدعو إليها. نعم أيها السادة والسيدات، إنهم شباب وشابات في وحل المراهقة والشهوة، ولا من يدرك حالهم ولا ما هم عليه من مخاطر هذه المرحلة. يطلقون لشهوتهم العنان ويبحثون اليوم عن مخرج،
فلم يجدوا من يساعدهم أو يوجههم التوجيه الصحيح. الآباء في غفلة عن مسؤولية التربية، والمعلمون والأساتذة والمربون أصبحوا لا يعنيهم واقع الأطفال والشباب، لا من قريب ولا من بعيد، إلا ما قل وندر، وأصبح كل هم أحدهم هو جني المزيد من الأرباح والأموال، وتركوا التعليم والتربية بإخلاص لله عز وجل، وتركوا التقطير والتوجيه والصبر والمرابطة على ذلك كما كان الأوائل يفعلون. وهكذا غابت القدوة والنموذج السلوكي في حياة الأطفال والشباب، فتمام العقل أن يتخذ أطفالنا وشبابنا قدوات ناجحة وهم في مقتبل العمر، وهم يتنفسون الحياة في صحة وسلامة من أمرهم. فالمشكلة ليست مشكلة معرفة، وإنما المشكلة مشكلة وقت المعرفة. وباعتبار ما تقدم، انتشرت البطالة واللامبالاة في صفوف بعض الشباب، بل منهم من أصبح يشعر بالإحباط النفسي، وأصبح فعلا يعيش تحت الفقر والحاجة والحرمان، وما يستتبع ذلك من تخلف الأوضاع الصحية والتأخر عن الزواج وإنشاء الأسرة والعجز عن تحمل مسؤولية الأسرة وغيرها. بل منهم من لا يكاد يتزوج حتى تسمع بعد شهر أو شهرين أو عام على الأكثر بخبر طلاقه ومعاملته لزوجه بكل أنواع الإهانة والعنف. وفي هذا المقام، وإذا أمعنا النظر في شباب مجتمعنا في علاقتهم بالعمل، نجد فيهم الشباب الصالح الذي يسعى للتعلم وللتأهيل نفسه، يحصلون الكفاءات ويمضون شطراً مهماً من حياتهم في الدراسة والتخصيص واكتساب الخبرات العملية، ويطمحون لتحقيق مستقبل مريح، يطرقون كل الوسائل المتاحة دون كلل أو تعب إلى أن يصلوا إلى مقصودهم في يوم من الأيام، وهم في كل ذلك متوكلون على ربهم وخالقهم، ومحسنون الظن به في أنهم سيظفرون بعمل لائق، ولا يهمهم أن يكون هذا العمل وظيفة أو حرفة أو عملاً حراً يحترفونه ويدخرون منه رزقا، ولا يهمهم أن يكون هذا العمل مشروعاً من المشروعات الصغيرة التي يشقون بها طريقهم نحو الكفاف والعفاف. فهذه الفئة ثبت نجاحها والحمد لله، فهؤلاء وأمثالهم شرفوا مجتمعهم ووطنهم بأن أصبحنا نرى على منتجاتنا المتعددة شعار صنع في المغرب، ونجد فيهم الشباب الذي يجعل كل همه الحصول على شواهد الدبلومات أي كانت الطريقة إليها، وذلك للظفر بعمل أو وظيفة. وإذا حصل واختبرت هذا الشاب في تكوينه تجده ضعيفا، فمن المشاكل الحقيقية التي يعاني منها هذا الصنف تدني مستوى خريجيه سواء في التعليم قبل الجامعي أو العالي. ونجد فيهم الشباب الذي لا يسعى لتأهيل نفسه ولا يحب أن يعمل، يتوكلون على آبائهم وأمهاتهم في كل شيء، يحبون أن يقدموا سريعاً دون التعب، وأن يصلوا سريعاً لتحقيق طموحاتهم دون عناء. وفي الغالب هؤلاء يختارون الطرق الحرام للاقتناع، فتجدهم يقطعون الطريق ويتاجرون في المخدرات وأقراص الهلوسة أو امتهان السرقة والدجل والاحتيال وغيرها. ونجد فيهم أيضاً شباب لا يؤهل نفسه ويحب أن يعمل في أحسن الوظائف، يعرفون بقلة الحماس في التفكير في المستقبل أو التخطيط له. والأكثر من ذلك تجد هؤلاء يحاسبون والديهم والمجتمع من حولهم أنهم لم يجدوا لهم عملاً، هذا مع توفر فرص العمل أينما توجهت أو حللت وارتحلت. فإلى وقت قريب كان شباب مجتمعنا يطرق كل الأسباب ليصل إلى الضفة الأخرى بأوروبا من أجل العمل، ومنهم الكثير من مات غرقاً دون تحقيق مبتغى. وها أنتم ترون اليوم أن هذه الهجرة أصبحت عكسية، حيث أصبح الكثير من الغربيين والأفارقة والمشارقة أيضاً يقصدون بلادنا للعمل. فلا ينبغي بعد اليوم أن نقول إن فرص العمل غير متاحة، فالخلل فيك أيها الشاب، إن لم تجد عملاً فكل من صار على الدرب وصل كما يقول الحكيم. أليست هذه الأحوال والتجليات التي مثلت لبعضها غريبة عن ديننا ومجتمعنا؟ وهل فعلا وصلنا إلى هذا المستوى؟ ومن سهر على تعليم وتربية وتكوين هؤلاء؟ أمثال هؤلاء
هم من يشكلوا الإعاقة الحقيقية لنهضة المجتمع، وسيظلون إعاقة مستمرة في وجه ما وجدوا. أمام كل هذا لا بد من الوقوف وقفة مع الذات لنعرف مكامن الخلل أين يوجد. لا بد أن ننتبه، لا بد أن نستفيق، لأن هذه الأمور تنذر بخطر وشيك على مستقبل المجتمع. أيها السيدات، أيها السادة، إذا لم نشتغل على تقوية إيمان الأطفال والشباب ومعهم من جلساء السوء وأصدقاء السوء، ولم نغرس فيهم القيم الأخلاقية الإسلامية، وملأنا أوقاتهم بالإيجابيات، وعملنا على تدريسهم تاريخ بلدهم وتقاليده وعادته وقيمه، وعملنا على تحصينهم ضد الفراغ، ذلكم الغل المخيف الذي يعد من أكبر أسلحة الشيطان ضد الأطفال والشباب. فإذا لم نقم بذلك كله أو بعضه، فإنه يسهل على الغير أيا كان سرقتهم وملؤهم بما يحب. يروى في كتب التاريخ والأدب أن الفضل بن زيد رأى مرة ابن امرأة من الأعراب، فأعجب بمنظره فسأله عنه فقالت: إذا أتم 5 سنوات أسلمته إلى المؤدب، فحفظ القرآن فتلاه، وعلمه الشعر فرواه، ورغب في مفخرة قومه، ولقن مآثر آبائه وأجداده. فلما بلغ الحلم حملته أعناق الخيل، فتمرس وتفرس ولبس السلاح ومشى بين بيوت الحي. ونحن نتكلم عن هذا الموضوع المهم، أحب إطلاعكم على تجربة الطريقة البصيرية المتواضعة في تقطير الطفولة والشباب في رحاب مؤسساتها التعليمية. إن عملية التقطير لهذه الفئات نحاول دائماً أن تلامس جوانب عدة، منها التربية على الأخلاق والقيم الإسلامية المعتدلة، ثم التعليم، ثم التربية على التشبث بالثوابت الوطنية وقيم ومعتقدات وعادات الأمة المغربية، والتكوين الجدي وصقل الشخصية لتحمل المسؤولية وتيسير سبل الاندماج في المجتمع. فحضور الطفل الصغير والطالب الشاب في المدرسة وتلقيه لمختلف المواد الشرعية والعلوم الإنسانية بجدية، وشهوده لمختلف العبادات في المسجد والمجالس الإيمانية، واستقباله لضيوف الزاوية وخدمتهم وخدمة المدرسة التي يتابع فيها تعليمه، ومخالطته لغيره من التلاميذ من مختلف جنسياتهم وقبائلهم وطبقاتهم الاجتماعية، وإشراكهم في تحمل المسؤوليات الصغيرة والكبيرة، كل هذا يكسبهم معارف متنوعة ويفتح ملكاتهم ويسهم في تكوين شخصيتهم وصقلها، ويمكنهم من تكوين مزدوج متفتح يسهل عليهم سبل فهم الواقع والانخراط في نفع الوطن والمجتمع. وبفضل الله عز وجل وبسلوك هذا الطريق في التقطير ومتابعتهم بجدية للتحقق به، يحصل غالب الطلبة نتائج دراسية مشرفة، سواء في المرحلة الثانوية أم الجامعية أم في الدراسات العليا، ويشقون طريقهم بسهولة ويسر واقتدار في علاقتهم بوالديهم، وبنجاح تام في علاقتهم بأسرهم الجديدة وعلاقتهم بالناس وبوطنهم الذي تربوا في أحضانه، ويبقون على صلة ووفاء بالمؤسسة وشيخها وعطورها، ويبقون متشبتين بكل القيم الإسلامية والوطنية التي تربوا عليها، وينخرطون جديا وبكل مسؤولية في نفع أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم ووطنهم. وعلى هذا المنوال من النشاط تسير اليوم مؤسسة محمد بصير للإبحاث والدراسة والإعلام، وفرعها المحدث بالعيون، الذي أقام صلات متينة بشباب المدينة ومؤسساتها عن طريق القيام بأنشطة إشعاعية رصينة. وقبل أن أختم لا بد أن أنوه بعناية مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله بفئتي الطفولة والشباب، والتي تجلت في بنود وفصول الدستور المغربي، وتجلت في تأسيس العديد من المؤسسات الدستورية وغيرها التي تعنى بهذه الفئات، كالمجلس الاستشاري للشباب خنفرة.
والسيد عامل إقليم أصيلان على تنسيقهما ومتابعتهما لأطوار هذه الندوة العلمية من أولها إلى آخرها. وها هو السيد عامل صاحب الجلالة يترأس حضورها. نطلب من العلي القدير أن يديم عليهم عطف ورضا مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، وأن يبقيه لنا ضامنا لاستقرارنا وضامنا لوحدتنا، وأن يجعله تاجا فوق رؤوسنا، وأن يكر عينه بولي عهده وبشقيقه، وأن يحفظه في أسرته وفي شعبه وفي وطنه، وأن يرحم والديه محمد الخامس والحسن الثاني، وأن يطيب تراهما، وأن يجعلهما في مقعد صدق عند الملك المقتدر. والسلام عليكم والحمد لله رب العالمين.